السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي. في أول فيديو إن شاء الله نعرف عن نفسي، معكم الأستاذ يوسف ماروسي، أستاذ في الرياضيات وكذلك الفيزياء، ومختص في مجال التحفيظ. هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون مخصص لمجال التحفيظ. إن شاء الله راح نبدأ الدورات نتاعنا نتاع التحفيظ في التاريخ والجغرافيا الشهر المقبل إن شاء الله، يعني في نوفمبر، كل يوم سبت. هكذا قضية الدورة راح تكون على طريقتين. أولا للناس اللي تسكن في مغنية أو ما جاورها، هادو ماشي مشكل، يجيو عندنا المؤسسة لحضور الحصص، يعني يتقربوا من المؤسسة. أما الناس اللي خارج الولاية وما يقدروش يتنقلوا، عندنا الأوبسيون الثانية من الدورة، اللي هي دورات عن بعد عن طريق تطبيق زوم. راح نخليكم فيديو في الأخير تشوفوا كيفاش راح تكون الدورة. هكذا كذلك نسلم لكم وثائق خاصة بالدورة. قضية الثمن، الثمن تقدروا تقولوا شبه رمزي، اللي هو 1000 دينار في الشهر، يعني 4 حصص، يعني 25000 دينار، ولا 250 دينار عفوا للحصة. يعني ثمن إن شاء الله يكون الجميع يقدر عليه هكذا. وأيضا احنا ديجا خممنا نديروا واحد الثمن اللي الناس كامل تقدر عليه. وأخيرا هذه الفصل يعني نقدر نقعدوا فيه ما بين 10 إلى 12 حصة هكذا. كي نقول لكم الفصل يعني تاريخ وجغرافيا بمصطلحاتها، دروسها، شخصياتها، خرائط، التواريخ، يعني أي حاجة تحتاجوها في الفصل إن شاء الله عنديوها ما بين 10 إلى 12 حصة هكذا. إذا كما وعدتكم نشوفوا الفيديو كيفاش راح يكون عن طريق تطبيق زوم. راح نشوفوا هذه الشخصية اللي هي شخصية روزفلت، فرانكلين روزفلت. حنايا باش نعقلوا عليها دائما نربطوها بكيس اورز، اورز روز كما حنا نقولوا بالدارجه نتاعنا، روز فيلد. هذا الروز هذا شوفوا معي عباره عن ارز امريكي، يعني دايرين في اعلان تاع امريكا. علاش؟ باش نقولوا روز فيلد رئيس الولايات المتحده الامريكيه، وهو هذا هو اول شيء تطالبون فيه في الشخصيه، اي الجنسيه نتاعها. اذا رئيس الولايات المتحده الامريكيه، واش كان رئيس؟ إذا رئيس الجنسية أمريكي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظوا معايا راح ندير واحد السهم باش نقول ساهم في وضع مات، وهذه المات ماشي كما راكم متخيلينها، المات يعني رياضيات، هي اختصار للميثاق الأطلسي. إذا ساهم في وضع الميثاق الأطلسي، له دور في الحرب العالمية الثانية. إذا ساهم في الميثاق الأطلسي، له دور في الحرب العالمية الثانية. لاحظوا معايا هذاك السهم راح موجه لخمسة دينار، هذيك 5 دينار هذيك راح نربطها بالاقتصاد نتاعي، بالاقتصاد. اذا نقول عالج الازمه الاقتصاديه. ولاحظوا هذيك الخمسه باش بدلتها برقم 9، هكذا بدلتها برقم 9. لاحظوا معي عندي رقمان 9 و2، راح كي نقلبوهم 9 و2، واش هو اقل عدد ممكن نشكلوه ب 9 و2؟ هو 29. اذا عالج الازمه الاقتصاديه سنه 1929. الان واش راح ندير يا جماعه؟ راح نغمضوا عينينا، ماذا بكم تغمضوا عينيكم وما تشاهدوش الفيديو، فقط غمضوا عينيكم وتخيلوا معي. راح نوريكم كيفاش راح نحفظوا ان شاء الله، وتخيلوا معي الصور. اذا واش قلنا؟ قلنا روزفلت. تخيلوا معي مع اغماض العينين، هكذا باش نسرعوا الحفظ نتاعنا ونسرعوا المراجعه نتاعنا. اذا اورز يعني روزفلت، قلنا اول حاجه علم امريكا، اذا رئيس الولايات المتحده الامريكيه. في الاسفل واش كان كاين؟ كاين سهم، باش نقولوا ساهم في وضع واش؟ الميثاق الأطلس، مات كنا كاتبين مات يعني ميثاق الأطلس. أيضا مكتوبة 2، له دور في الحرب العالمية الثانية، وهذاك السهم موجه إلى 5 دينار، ربطناها بالاقتصاد، نقولوا عالج الأزمة الاقتصادية سنة أقل عدد ممكن نشكلوه من رقم 2 و9 هو 29. إذا عالج الأزمة الاقتصادية سنة 1929. إذا واش قلنا؟ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم في وضع الميثاق الأطلسي وله دور في الحرب العالمية الثانية، عالج الأزمة الاقتصادية سنة 1929. راح نخليكم كيفاش تتواصلوا معي، إما عن طريق تليجرام، إما عن طريق الفيسبوك، إما عن طريق الانستغرام أو الواتساب. تتصلوا بي نوريكم طريقة التسجيل وطريقة دفع المستحقات. إذا كان معكم يوسف ماروسكي، إلى حصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.